السلام الله عليكم سيدات، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الشكل والتطبيقات الكتابية المندرجة ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية، حقوق والواجبات، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس في طبعتي الجديدة طبعة 2021. أقرأ النص قراءة هامسة. إذن سنقرأ النص ونشكل الجملة باللون الأزرق. جائزة الاستحقاق. عاد سمير إلى البيت، وقف أمام أبيه مسرورا. سأله والده: لا شك أنك نلت جائزة التفوق. طمئني بني، طمئني يا بني. رد سمير قائلا: نعم يا أبي، فزت مع الأوائل من أصدقائي، فأهدتني مؤسستي جائزة الاستحقاق. إذن نقوم بشكل الكلمات باللون المختلف المغاير. إذن عاد سمير إلى البيت، وقف أمام أبيه مسرورا. سأله والده: لا شك أنك نلت جائزة التفوق. طمئني يا بني. رد سمير قائلا: نعم يا أبي، فزت مع الأوائل من أصدقائي، فأهدتني مؤسستي جائزة الاستحقاق. أفهم؟ آتي بشبكة مفردة كلمة جائزة. إذن جائزة ممكن أن نقول هدية، هدية مسابقة، فوز، منافسة، ممكن أن نضيف كلمة مكافأة. إذن شبكة كلمات مفردة جائزة، هدية، مكافأة، مسابقة، فوز، منافسة. إذن السؤال الثاني: أبين لماذا أهدت المؤسسة جائزة الاستحقاق لسمير. إذن نعود إلى النص. انظروا ماذا قال سمير لأبيه: نعم يا أبي، فزت مع الأوائل من أصدقائه، فأهدتني مؤسستي جائزة الاستحقاق. إذن لماذا أهدت المؤسسة جائزة الاستحقاق لسمير؟ إذن أهدت المؤسسة جائزة الاستحقاق لسمير لماذا؟ لأنه فاز مع الأوائل من أصدقائه، لأنه فاز مع الأوائل من أصدقائه، لأنه فاز مع الأوائل إلي من أصدقائه. إذن أهدت المؤسسة جائزة الاستحقاق لسمير لأنه فاز مع الأوائل من أصدقائه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.